ربما تعتقد أنه جراح يكتشف أسرار الجسد. لا، إنه تقني يشتغل في مختبر مانع للتراب، يفحص بدقة عدادا من حجرة الطيار. وهو إلى هذا المكان ينتسب، ويجب أن يفحص باستمرار وتجرى عليه أعمال الصيانة لأنه في غاية الأهمية. خذ إطارات عجلات الهبوط، إنها تتعرض للاحتكاك الشديد خاصة في ظروف جوية رديئة جدا. من الواضح أن العجلات يجب أن تقاوم مقاومة شديدة. طائرة بوينغ 747 تهبط في المطار. هذا المطار من أكبر وأحدث المطارات في العالم. إن طائرة بوينغ 747 وحدها تقوم بأحد عشر ألف إقلاع وهبوط في السنة في هذا المطار. من هنا اقتضت الضرورة أن يكون في هذا المطار خبراء مهرة لفحص وصيانة الطائرة. بالإضافة إلى أجزائها الأخرى، هذا الجهاز مثلا يفحص بعناية فائقة في كل 20,000 ساعة طيران. التوقيت يختلف بالنسبة لكل جزء من آلاف أجزاء طائرة البوينغ. قبل وبعد كل طيران يجري فحص شامل دقيق على مدرج الطائرة. وبعد فحوص أخرى طويلة تذهب طائرة البوينغ إلى حظيرة الطائرات. إطارات العجلات تستبدل على الدوام لأن الإقلاع والهبوط يحثها ويبليها. كثير من أعمال الصيانة تجري على المحركات أيضا، فهي بالطبع قلب الطائرة. الفحص الدقيق بعد 20,000 ساعة طيران في قاعة خاصة. تفكك الطائرة إلى أجزاء، يصعب التصديق أنها كانت تربط القارات وتحمل المسافرين بأمان من بلد إلى آخر. الأنف المنتوع يخفي سطح الطائرة،